تمكنت عناصر الدرك الملكي بحد سوال في وقت وجيز من فك لغز العطور على جثة امرأة في عقدها الخامس وتعرض فتاة للاغتصاب والاحتجاز. وترجع تفاصيل الواقعة الأولى إلى اكتشاف جثة سيدة في حدود الساعة 10 من صباح يوم الأحد 1 أغسطس 2021، جثة هامدة وتحمل آثار جروح على مستوى الوجه والرأس، وذلك بجنبات الطريق المؤدية إلى دوار سيدي قاسم انطلاقا من الطريق الوطني رقم 1. وتضيف مصادر محلية أن الضحية كانت تقطن قيد حياتها بمدينة البير الجديد وتعمل كتاجرة في السوق الأسبوعي حد سوالم، مبرزة أنها قبل وفاتها استقلت سيارة صوب السوق لكنها لم تصل إليه، حيث تم العثور على جثتها بجنبات الطريق، الأمر الذي حير المحققين في بدء الأمر، مما دفعهم للجوء إلى أحدى الكاميرات المثبتة بأحد المحلات التجارية بالبير الجديد، وتمكنوا من تحديد نوعية السيارة التي استقلتها نحو حد سوالم. وتضيف المصادر ذاتها أنه في نفس اليوم تلقت مصالح الدرك الملكي شكاية مفادها تعرض فتاة في عقدها الثاني إلى الاختطاف والاغتصاب من طرف شخصين على متن سيارة نفعية، حيث عمد الجناة إلى اختطافها من مركز حد سوالم صوب مكان خال، وهناك تعرضت للاعتداء الجنسي، وبدلالة منها توجه المحققون إلى مكان الاعتداء الذي لا يبعد عن الدوار الذي يسكنه الجناة والتابع لمدينة برشيد. المواصفات التي أدلت بها الضحية الثانية تنطبق إلى حد كبير، والمعطيات المستقاة في البحث الأول ليتم استنفار جميع العناصر لفك الجريمتين معا، وهو ما وقع بالفعل، حيث تمكنت العناصر الأمنية من الاهتداء إلى هوية الجاني بالتنسيق مع درك برشيد، حيث تم توقيفه بمنزله بمنطقة زاوية سيد المكي جماعة الحساسنة ببرشيد في اليوم الموالي، كما تم حجز سيارة من نوع كونغو التي استعملت في الجريمتين. هذا وبعد استنطاق المتهم من طرف الضابط القضائية كشف عن هوية شريكه الذي لا يزال في حالة فرار، وبتعليمات من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية من أجل تهم الاختطاف واحتجاز سيدة نتج عنهما وفاة، والاختطاف والاحتجاز والاغتصاب باستعمال ناقلة ذات محرك. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.